طبعا مشاهدينا، وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تطبيق منجز، وهو تطبيق رقمي يساعد منسوبي ومنسوبات الرئاسة على إنجاز أمورهم الإدارية والخدمية والمالية والتشغيلية كذلك عبر هواتفهم الذكية. صراحة خطة جميلة وفكرة جميلة وتطبيق أجمل، وأتمنى أنه يعني يطبق في كل مظلات الدولة عندنا في المملكة. عبر الهاتف معنا سنان التركستاني، المدير العام لتقنية المعلومات لشؤون الحرمين. أهلا وسهلا فيك ونورتنا اليوم في صباح السعودية. أهلا وسهلا فيكم وأحييكم وأحيي السادة المشاهدين. هلا بك. يا أهلا وسهلا فيك أستاذ سنان. يعني خلينا في البداية نتكلم، ما الهدف من هذا التطبيق ومميزاته، أيضا ما الخدمات اللي تقدمونها؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا التطبيق بفضل الله وتوفيقه وتيسيره انطلق حرصا ودعما من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام على تيسير الاعمال الخاصه بالعاملين والمنسوبين والمنسوبات المسجد الحرام والمسجد النبوي، والعمل عليه لتسهيل جميع خدماتهم. يحتوي هذا التطبيق تقريبا على 50 خدمه رقميه باذن الله بنهايه الثلاث المراحل المستهدفه. انتهينا اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى على انتهاء من المرحله الاولى، يحتوي على 23 خدمة أبرزها الخدمات المالية، تثبيت الراتب، خطابات التعريف، أيضا الاطلاع على المعلومات الشخصية، المعلومات المالية التفصيلية، التزاماته المالية، رواتبه، بالإضافة أيضا إن كان الاطلاع على الدورات التطويرية والتأهيل التي حصل عليها، شهاداته وملفه الشخصي، استقبال الإشعارات من إدارة الرئاسة، الإعلانات، أيضا بإمكانه أنه هو يستقبل عن طريق هذا التطبيق المهام الخاصة فيه. في المرحلة الثانية أيضا راح يكون هناك أرض تطوير من ناحية طلب الإجازات، الاستعلام على الإجازات، الاستعلام على رصيده، والاستعلام على العهد أيضا المسجل عليه، بالتعاون طبعا مع الإدارات، جميع الإدارات المعنية داخل الرئاسة، لتيسير وصول المنسوب وموظف الحرمين للخدمات. لأنه كما يعلم الجميع أن موظف الحرمين، موظفي الحرم المكي والحرم المدني، يعملون على مدار 24 ساعة. هناك صعوبة كبيرة في التواصل مع الإدارات المقدمة للخدمات المالية والموارد البشرية وجميع الخدمات. أيضا راح يكون التطبيق مساعد بشكل كبير جدا في استلام المهام بحكم مساحة الحرم وطبيعة العمل لدى العاملين. بإمكان الموظف بإذن الله أو المدير أن يكلف الموظفين بمهام عن طريق هذا التطبيق، وأيضا متابعة الأعمال والرصد الميداني لجميع الملاحظات الموجودة. كل ذلك حرص من الرئاسة على مساعدة المنسوبين على رفع مستوى أدائهم والوصول لتقديم يعني أفضل الخدمات لقاصدي الحرم الشريف. جميل، يعطيك العافية أستاذ سنان تركستاني، المدير العام لتقنية المعلومات لشؤون الحرمين. شكرا لمداخلتك وعلى هذه المعلومات القيمة عن الخدمة، يعطيك العافية.